السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم العنود أو عنودي XO. اليوم يا جماعة قررت أني ألعب معاكم أو أكمل معاكم لعبة قلت وأختمها بالقناة بإذن الله من غير شر، بما أنكم تفاعلتوا فيها ومرة حبيتوها. باختصار تتكلم قصة اللعبة أو اللي أنا فهمتها من اللعبة من الحلقة الأولى، تتكلم عن بنت اسمها سالي تتعرض للتنمر يعني من ناس ما شاء الله مرة فلة، وبنفس الوقت قاعدة تبحث عن بنت عمها المفقودة اللي اسمها إيميلي وعمرها تقريبا 7 سنوات. بعدين فجأة وحنا نبحث عنها وكنا نهرب من المتنمرين، دخلنا في عالم أو بعد آخر يعني مثل ما هو واضح لنا في الحلقة اللي قبل، والعالم هذا فجأة خلى المدينة حقت سالي ما فيها أحد، ما في إلا هي ومجموعة غريبة من الوحوش. فبس هذا اللي وقفنا عنده في الحلقة السابقة. فقبل لا نبدأ لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وصلوا على النبي جميعا وجيبوا لكم سناك عشان تستمتعون معاي باللعبة، ويلا نكمل. اوكي يا جماعة، حنا في الحلقة الاولى وقفنا هنا لما اخذنا هذا الفلاش حق بنت عمي اللي اسمها إيميلي، تمام؟ والفلاش هذا اكتشفنا انه له قدرة انه يحرق الكائنات هذه اللي لها عيون وتسكر علينا الطريق، عرفتوا؟ فحنا نحرقها بالفلاش عشان ينفتح لنا الطريق. This it's my old flashlight. I gave it to Emily a long time ago. هذا الفلاش او المصباح هذا كانت معطيته لإيميلي فلقته هنا في المدرسة. شلون؟ ايوه it worked. تمام. طبعا يا جماعه انا اكتشفت من الحلقه اللي قبل او الحلقه الاولى يعني عرفت ان لحظه ايش هذا this will come in handy. بطاريه للفلاش لايت القوي. حلو ايه شفتوا شلون عبت البطارية؟ المهم يا جماعة أنا فهمت من الكتب اللي جمعتها سالي إن شكلها سالي هي اللي كانت كاتبة الكلام هذا، إن هي تتعرض للتنمر وكذا، عرفتوا؟ لأنها حرفيا ما في أحد في المدينة إلا هي، فواحدة من الثنتين، يا إنها سالي اللي تتعرض للتنمر ولا إيميل الصغيرة. أوكي خلاص طفي الفلاش ما يحتاج. أوه ماي جاد، الله ياخذ ذا الوجه، مش ذا البراطم. اوكي كالعادة. الله اوكي، يعني ما يحتاج اتخبى، تعالي يا حبيبي انا ماني بخايفة منك، تعال انزلي، تعال يا خارة تعال. موت. ايوه قتلته ورع. بس يا جماعة لاحظت شيء، الظاهر انه لازم اسويها خنسة. اوه ماي جاد ايش في؟ المهم انه لازم اسويها خنسة من وراء عشان ما يدعسني، عرفتوا؟ اوكي هذه الخريطة، انا الحين في المكتبة وهم يبغوني اروح هنا لهذه البوابة اللي عليها اكس. اتوقع هذه هي البوابة نفسها اللي كانت فيها العين اللي اول ما دخلنا المدرسة. الا هذه القاعة الاولى اللي اول واحدة دخلناها. اوكي ايش هذا؟ اوه شت. اوكي عرفت الحين ايش اسوي. فهمت. طلع يا جماعه لازم اصوب الفلاش على البثور او الحبوب اللي في جسمهم عشان ينفقعون، عرفتوا؟ اوكي فهمت. اوه ماي جاد، تعال يا زق، تعال. اوه ماي جاد، الله يلعن شكله قام يطرش. ايه شفتوا؟ لازم على البثور حقتهم اقتلهم او الحبوب، بس الحيوان طرش عليه الزق. اوكي هنا اتذكر في كان عين وعندها حق علاج الربو، راح اقتلهم. اوكي كذا واحده. يا جماعة بقول شيء ضحك، أنا ما أدري إذا صوتي تسمعون معاه صوت الدريل، ما أدري هذا الشيء اللي يحفرون فيه، فتجاهل الصوت يعني، لأن ما شاء الله جيراننا ما يعرفون يحفرون إلا في هالوقت. والله أعطيتها واحدة، ما يحتاج طزة كذا خفيفة ويختفون. لكن قبل كل شيء، قبل لا أدخل لهالمنطقة
في هنا شيء أبي أخذه، تأكد إني ما نسيت شيء. وش في باقي عين؟ قفطس. توقع خلاص؟ أيوة أي خلاص. يلا خذيها خذيها. إيش؟ ما فهمت إيش الفائدة منها. دقيقة. آها يا جماعة، هذه الصخرة قاعدة تقول إنها غريبة، فيها زي النبض وتحس إنها دافية كأنها قلب. ما أدري إيش أستخدمها، بس بخليها مع احتياط. خلاص يا ماما، أنا أنسى شلون أسكر الفلاش. أيوة إيش هذا؟ Why is this town so proud of its mining history؟ قاعدة تقول ليش المدينة مفتخرين إن يعني إن عندهم منجم أو شيء زي كذا؟ Mine's been closed for ages. المنجم أو الكهف ذا اللي يشتغلون فيه إنه مسكر لعقود أو يعني لسنوات كثيرة. The past lies beneath us. Maybe we should leave it behind instead. يلا نكمل. أوه هيل نو. Emily? صوت بنت. She's upstairs. How do I get up there? Oh my god. طب لحظة، شلون نرقى في هذه الأشياء المتكسرة؟ God. يا الله، أبي أنقذها بسرعة، خاف تندعس. Oh my god، وش ذا؟ وش ذا الأشياء المحترقة؟ أيوة كاتسين. يا ليل مقفل. توني استوعب ان سالي لها عدستين، يعني كل عدسه لونها ماي جاد. هذا دكتور ويليام، دكتور ويليام رزت هيبل. ايش جابه هنا؟ That monster was huge. I hope it didn't see me. What the hell? اوكي مطلوب مني اني القى طريق ثاني. بس لاحظت شيء يا جماعه، سالي لها لونين في عينها، عين لونها بني والثانيه خضراء. توني انتبه. ماي جاد، بس والله كثيرين، ما ينفع اني اهجم على طول. ولا تدرون كيف؟ ما بقى لها الحشرات يخوفوني. انزل لي. وينه وين الزق؟ تعال. ايوه بطارية. نايس. اندعسنا. اندعست. دمي زق. لا وقاعد اجمع انا وجهي، انحشرت، مت. ماي جاد، طرشوا علي لما قالوا امين. اوكي يعني انا مسوي فيها الهياط الالف، معناته اني لازم اجي من وراهم اقتلهم. اما حركة الهياط اللي قبل شوي ما نبغاها. اوكي يعني هم كم واحد؟ تقريبا ثلاثة. بس مين اول واحد ابدا فيه يا ترى؟ هنا في ذا اللي يرش، ما يمديني امر، راح يحرقني. اي شفتوا؟ اضغط اكس واجي من وراهم واضغط اكس عشان اقتلهم بخلسة، بدل ما اجيب ام العيد زي قبل شوي. بسرعة. ايوه اعطيه، دخلتها في ام نخاعه. اوكي الحين اروح من هنا. اللي في النص كيف اقتله؟ السؤال هنا. اوكي مفتوح الطريق، اشبه توقعت انه ساد عليه. بس لحظه خلوه يلف ذا الجزمه. لف يا خرا، هذا اخر واحد بقتله، بعدين اول شيء هذا، بعدين ذا الزق ذا. بسرعه. عطتها في الكلية. اوكي بس والله اي ضربة منهم الهيلث يودع، حتى استمنة حقتها مرة بطيئة. عطيه، حتى هي حامت كبدها. خرا اف اخيرا. اوكي خلي باخذ البطارية اللي قبل شوي، لانه ما كان يمدين اخذها لانه مليان. خلاص This will come in handy.
هنا في شيء؟ أوكي أتوقع خلاص نطلع. بس طفي الفلاش عشان ما تجيب الأم العيد. أنا شايلة هم ذا دكتور ويليام مش بنسوي معه؟ والله كبير مرة. I made it. Emily's still inside. أيوة أرجع مع هنا. أرجع مع هنا. إيه. If I climb in through the window, the monster won't see me. أيوة. Reach the fire truck. إيه إن أرجع السلم حق الإطفاء هذا. والله يا جماعة إني محقق كونان، حتى قلت الحوار اللي هي كانت بتقوله قبلها واضحة، بس إن لأن شو يسمونه لأن إيميلي جوا، إحنا ما نبغى نطلع برا، نبغى ننقذها وهي ستيل جوا المدرسة. Oh my god. Oh my god. هذا كيف أسويها إن شاء الله؟ أح طحت. يا سلام. This will come in handy. طيب يا عبدو كيف؟ إيش أسوي؟ ما في طريق ثاني إلا هنا. شوف الخرا ذاك اللي قاعد يمشي. Oh hell no يا بيبي، يا جماعة ده وحش ثاني، وربي وحش ثاني كذا كأنه له منقار. أدري إنه بعيد بس واضح يعني هيئته. Oh my god، وأنا قاعدة هايط طلع لنا وحش جديد. أطلع من هنا. صدقني ثورة قال إيش؟ قال الباب مسكر. صدقني حوله ما شفته، لي ساعة قاعدة أحوس هنا أخرتها الباب ذا مفتوح، أنا ما شفته مركزت. بس إيش دنقي دنقي. أيوة لحظة، ليه يكون هنا في وحوش؟ أيوة هذا ذاك. Wait a minute. هذا حق التذاكر. Who are you? Aren't you forgetting something? I look. I need help. The school is full of monsters, and they. You must find Emily. She is the key to ending this nightmare. أيوة. That makes no sense. Wait. How do you know? جد كيف تعرف اسمها؟ Do you know what's going on? We don't have time for chit chat, little girl. Your cousin needs you now. أيه. I'm trying to help her. I heard her on the second floor. الدور الثاني. I was gonna climb up there. Hey. Good. Hey, wait! Can't you help me? إيش سالفة أهل ذا؟ Don't leave. Oh my god. أنا والله اللي كنت شاك. Disappeared right in front of me. جد أنا كنت شاكة فيه من البداية. But he looked totally human. I don't know what to think. والله عجيب أمر ذا، لأن حرفيا يوم إنا كنا عند التذاكر فجأة اختفى. خاف إنه هو بس راس البلا، الله يستر منه. بس والأهم من هذا، كيف عرف اسمها إنها إيميلي؟ معناته أنا داري عن كل شيء. هنا في شيء؟ أوه شيت كهرباء. وإن شاء الله كيف بعد دي. So you can't see at all? You can see though, right? I'm legally blind. I can see barely. يعني هم طالبين مننا نرقى هذا السلم حق الإطفاء عشان إيميلي في الدور الثاني، تمام؟ بس كيف؟ كيف هذا السؤال هنا؟ كيف أروح لها والطريق مسكر علي وهنا أنا إيش فيني غبي؟ أنا غبية لأني مستلجة ومتحمسة. حاطين لس الخشب يا الثورة، أرقى فوقها. تيسا مسوية فيها تحريات كلب. أوكي. من هنا ايه اخيرا. وش بعد؟ لا تقول لي وحش. اوه ماي جاد شفتوا طير. اوه هيل نو تو ذا نو نو. وش ذا؟ اوه هيل نو. ايتاشي جاء عندنا يا جماعه. وجهها زعبناوي لو ما تعرف من معاك، انا جالس اطقطق واتفنن واسوي حركات. واو one's different. ايه هذا مختلف عن البقيه. بغادي انتبه منه، هذا على طول شكله تفله منه اموت. اوكي انزلي من هنا يا ايميلي. ايميلي ايميلي بالصبر تجمعني. اوكي بعدين لحظة انا استوعب وش اللي ايميلي هذه اسمها سالي، ما شاء الله واضح التركيز. المهم هذه سالي يعني ذات خربطين بنت عمها اللي اسمها ايميلي. ايه؟ من مين تطلبين مساعدة؟ ما في الا انت يا يسطى. يلا يلا يلا. والله اني شايلة هم ذا العصفور ذا.
ألاقيها منه ولا من الدكتور ويليام. لحظة يا جماعة، توني أستوعب شغلة، في شيء هنا قاعد يطلع كذا كأنه فقاعة بعدين يرجع يتسكر وبعدين يرجع ينفقع. شكله هذا العصفور قاعد تسوي تليبورت الأخ، يعني يرسب في أي مكان يبغاه. يا حبيبي. أوكي، في هنا علامة طلعت. This thing charges up when I shine the flashlight at it. لا I like it. حبيت. أوكي، في كهرباء، انتبهي. الله يفجع العدو، سمعت صوت. هذا نفس الطريق الأول. Oh hell no baby. What the hell. يا جماعة، العصفور بس هو اللي يسوي تليبورت ويغير أماكنه. شينوبي شينوبي وربي. أوكي، لحظة. او ماي جاد، في اثنين منا واثنين من دول اللي روسهم مقلوبة اللي فيهم حبوب حب الشباب. ليه؟ اوكي، لازم اسويها وافكس برنت. خلاص طيب، فهمنا. بسرعة. الحماس مشكلة. بسرعة يا سالي، اخيرا. شت، اوه ماي جاد، ايش قاعد تاكل في رجلك يا قدر؟ من جد ما يمديني اقتل هذا اللي قاعد يقرم في رجله. اوه ماي جاد، انا غير مرئية. الظاهر يا جماعة ما يمديني اهايط واقتلهم، واضح انه راح يدعسوني. فأنا صراحة ماني جاني على عمري. لحظة، هنا فيه إلا عن شكلك، قلت لكم يسوي تيليبورت فجأة. خرف بيت أمك يا زق. أوكي، ما يمديني أجي من وراه وأعطيه هيد. يا ربي يمديني أسويها. أقول عنود بالهياط، كملي طريقس، مسوية فيها الاستقواء. اوكي، اخذ علبة بيبسي عشان اجدعها واشتت انتباهها. طيب الحين يا عنودة ارميها هناك. او ماي جاد، في هنا في خرى ثاني. اوكي، هنا. او ماي جاد، المشكلة ذا بيشوفني. او ماي جاد، بسرعة. ما يمديني، مليان. أوشت، شافني؟ أشوا. أوه ماي جاد، يما. قاعد يحك الحبوب، واضح إنه مأذيته. يا جماعة والله يخوفون، هذا إيتاشي مرة يخوف. أوه ماي جاد، أشوا ما شافني. اوه ماي جاد، بسرعة. كفطوني. تعبت. الله يلعنك، اقبعي يا سالي، اقبعي. جاء إيتاشي، جاء. يا جماعة مت، قاموا يطرشون عليك. بسرعة توزي هنا. عن شكله قاعد. اوه ماي جاد، حتى وانا جوا يقتلني. تفل علي وطرش وسوى كل شيء. الله ياخذهم، اجل تبوني اقتلهم اجل. اوه ماي جاد، شوفوا وين عدوني. استهبل، عدتني من هنا. بسرعه. هم، اقسم بالله انا خايفه من ذا الخرا ذا، لا يشوفني اللي قاعد يمشي هنا واللي جاب العيد معاي تو. طبعا هنا في يبغالنا ننتبه. ظليت عندي ذيك الحركة اللي يمديني اشوف وين مكانهم. لحظة، هنا في احد؟ اشوف ما في احد. طيب اوكي، هنا في علبة، لازم اجدعها عشان اشتت انتباههم. بسرعة.
بسرعة علي يشوفني ذا الخرا ذا. بسرعة بسرعة بسرعة. العيد 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 العيد. أشوى أشوى، خلك خلك في ذاك. يا الله يا الغباء، أنا تحمست طلعت بدري، مشيت بدري يعني لازم أنتظرهم على الأقل يعدون الزبالة، أبجدعها هناك قدام بعيد مرة. وتك وتك، أمش أمش. أيوة أيوة أيوة، أرقص خطوة. أيوة أيوة، عاشوا أخيرا يا عمي. أف، هنا في أحد؟ أيوة، إيش هذا؟ أيوة ديم صورة. طفي طفي الفلاش. لا أوه ماي جاد، جذبت الانتباه. ما راح يمدي أصلا يجي لأن في خشبة. أوكي، في هنا إيتاش يا جماعة. ممكن تتوكل. أيوة بسرعة بسرعة. إلى أشوى يا جماعة، هذا ما يشوفني ذا السبها اللي واقف عند اللوحة. بس حركة اللوحة اللي قبله شوي مرة كيوت. واسم ال لحظة دقيقة، وش اسم اللوحة؟ آه كيوت، هذه هي يوم كانت صغيرة. أوكي أوكي فهمت. الظاهر أن سالي مدري إيميلي هم اللي انتقلوا من المدينة هذه، لأن أشوفهم قاعد يودعون بعض واسم اللوحة جودباي، مع السلامة يعني. اوه كيوت. وهنا سالي كانت مره صغيره يعني تقريبا قد بنت عمها. اه لطافه. اوكي خليه يتوكل ايتاشي. يلا يلا توكل توكل. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد. بسرعه بسرعه. اوه اه اوكي، هنا في زي اللوت يعني بخاخ كذا يعني يسوى. اوكي او ماي جاد، مليان عندي. خمسة 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 خمسة، خمستين حط معها جبنة. او ماي جاد، جبنتين يا فلة، انتبهي بس ليشوفس. والله اني منطرفة. اوكي اوكي انتبهي. او ماي جاد، شت شت شت، انتبهت للخرا ذا. اوكي هنا في هذي اخذها عشان أشتت انتباههم. رميها هناك هناك. أيوة 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 أيوة. الحين شو الخطة طيب؟ أوه عديت، الله يلعن شكلهم. شفتني؟ ليه؟ ليش انحاشت؟ جاي أنقذس يا خرا. لا عاد، ما في بطارية. أيوة اللي خذها الدكتور ويليام. بموت. أركيد جيم، أركيد جيم قصدي. أوكي أوكي. من جد. اوكي يعني قالت ان في هنا شيء زي سلايمي، عرفتوا انه كذا لزج، خذ البطاريه. واضح من الاصابع ذي ان سلندر مان. اوكي المكان اللي بندخله قالت كانه حق كذا العاب فيديو، عرفتوا. خايفه خايفه. ايش هذا؟ What is this? Hello there. اها الموت الموت. ايش هذا الشيء اللي اخذناه هذا يا جماعه اللي اسمه فلاش ديفايس؟ هذا زي الفلاش يعمي عيونهم عشان يمديني اقبع منهم. ايش شلون استخدمه؟ اضغط مربع. يا سلام، بسرعه انحاشي النحش اخوي عامر، لا تعطينهم فرصه انحاشي. اح كهربت. عن شكلهم وربي رعب. في شيء. What the hell?
والله اني قلتها سلندر مان. هاي هجوم العمالقة يا يسطا. يا جماعة وش ذا تاكون تايتنز ولا قاعدين نلعب قلت حنا؟ اي يا جماعة يما كنا سلندر مان يا مامي. والسهل يا جماعة خذوها مني، هذا ذا العلة ذا هو اللي جايب الوحش دي وقوله ما قلت. او ماي جاد والله شلت هم ذا اللي كيف بنتواجه معه. الظهر بجيب العدة حقت ميكاسا. اوكي ادخلي. الله يستر منه ذا الشيء اللي جوا. Your cage. Pretty much the only place that I like in this town, or that I used to. I can't even play anymore without the bullies ruining everything. والله إني عارفة شفتوا. طلع كلامي صح. سالي هي اللي تتعرض للتنمر والمذكرات شكلها مذكراتها، لكن هي يمكن ناسيتها ما تتذكر. Oh my god. ما تتذكر. الزبدة قاعدة تقول تو إن أنا أحب إني ألعب في الأركيد جيمز وكذا، لكن المتنمرين ما يخلوني أستانس أو أخذ راحتي. يعني تعرفون إنهم ما شاء الله مرة فلة يعني. أوكي هنا في حق الربو. أوه ماي جاد مسكر، لازم أجي من الطريق ثاني. مسكر من الجهة الثانية يعني. ربي هذول كيف 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 بعديهم؟ أوكي أجي من هنا. واضح لأن هنا في خرا. ألحق الوايرات هذه. أوه ماي جاد ألحق الوايرات هذه لأن هي اللي توصلني الظاهر للبطارية الكبيرة اللي بيحطها على سيارة ال على شو يسمونه، على سيارة ال ذا حقت الإطفاء، عرفت؟ عشان يمديني أروح لإيميلي. أوه ماي جاد جاني مغص من الرائعة. إيتاشي حبيبي يكفي قرم في رجلك. أوكي أدخل هذه الفتحة اللي هنا، بس هذا الأخ بيشوفني وذا الوجه. أوه الحمد لله. وش لا تقول يمديهم يجون. أشوا بسرعة بسرعة توزي. يا رب ما يشوفني يا رب ما يشوفني. دقيقة أصلا أنا وين بروح؟ في هنا علبة كولا بس ما أدري أخاف ذا يشوفني. Oh my god ما انتبه ذا الزق. بسرعة 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 العيد. Oh my god يا خرى الخريان موت يا زق موت. خرف بيت امك. اشوى ايتاشي ما انتبه لنا. قاعد ياكل في رجله. عليك بالعافيه حبيبي بس اتركني. او ماي جاد يلعن شكله. المشكله ان القاروره رميتها قريب منا مو بعيد. نعله اصلا من وين اروح من هنا ولا غلط علي؟ افتحي يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. كل شيء مسكر. ممكن تتوكل. اوكي يا سلام. ولا اقول لكم اقتل هذا الخرا. ايوه ورع. اي لا يا جماعه ما عنده شيء مهم. ايوه اوكي هذه بس حركه تروفي اللي هو انه ما في وقت للعب، بس حركه يعني. دقيقة دقيقة خلوا يدلف ذا الخرا. بسرعة بسرعة بسرعة. إيتاشي أبد ما شافني. أو ماي جاد. Good evening. بسرعة بسرعة حط رجلس. الموت الموت. مسوية فيها استقواء. يلا يلا ما يمديك تجيني يا خرا. ورع
توزيت عنهم. بدأوا يروحون. ورع بسوي فيها إذا طرش علي يعني خلاص بعطي وجه. حيوان. وإيتاشي هو اللي صادني الزق. أوكي دخلنا الغرفة اللي كانت مسكرة في البداية، بس إيش الفايدة منها؟ يعني بس تفتح لي اختصار. أوكي فتحت لي اختصار بس، فبرجع أكمل الحين لأن للآن ما لقيت البطارية حقت سيارة الإطفاء. أوه ماي جاد هنا في ورع، بس خلي بقتله. نو شت النحشة ما أدري وين أروح. يلعن شكلك يا جزمة، يا جزمة الجزم. أوه ماي جاد عنود حط رجلس. بندعس. Oh my god. بسرعة توزي بسرعة. Oh my god. يلعن شكله سوالي تليبورت مفاجئ. طيب انا رقيت هنا بس حرفيا ما في شيء. اوكي اروح للمواصير. صدقني ذكية ما شاء الله. أميني بالصبر تجمعني. أميني أوكي امشي بهداوة عشان ما تهبدين عليهم، ما يمدين أركب حتى. يلا أوه العي. What the fuck. إيش هذا؟ هذا هو اللي ماخذ البطارية يجعله العمى، الصرصور ذا. اوه ماي جاد عنود انتبه لطيحين الاغراض، قد الحين يجينا شلوتي منه. اوكي كيف المشكلة، كيف باخذه منه ذا العملاق ذا؟ ايوه ايش هذا؟ وش ذا؟ لغز حبيت اخيرا الغاز. اوكي بعدين هذه كذا. يا سلام ذكاء المحقق كونان يبدو واثقا. اوكي لحظه في احد. اوكي لا يعني شكل البطاريه مو معه، يعني مو مع الوحش قصدي، كنا هنا لان هنا الكهرباء شوفوا. اوكي هذه الاسلاك اللي كانت تتكلم عنها البطاريه. ايوه هذه ياي. اوكي قاعده تقول بطاريه غريبه لانها ما كانها بطاريه سياره، انها الغالب انها بطاريه لعبه، لكن اهم شيء انها كبيره يعني ممكن انها تفيدنا يعني. حلو اهم شيء انها بطاريه. او ماي جاد العيد يا سالي. What the fuck؟ يا جماعة أنا إيش جبت لنفسي؟ يما وش ذا؟ أقسم بالله سلندرمان. إيو. وش ذا؟ فلاش. Oh my god بلعنا الحين لأن أخذنا البطارية. يا جماعة وش ذا؟ كنا سلندرمان. طب ذا كيف أعديه؟ طفي الفلاش يا تورا. تقول احط ذاك اللي يعمي ولا بيدعسني؟ خلي بجرب واخربها. والله ما تسوي شيء. بس استل يا جماعة ما سوالي شيء. انقز من هنا بسرعة. ماي جاد اثاري هذا حقه يحرق. ماي جاد والله عطاني صداع. اوكي قالت لنا لازم نطلع من ذا المكان اكيد يعني ما راح تقعدين. ماي جاد يا جماعة ورب الكعبة كنا سلندرمان. ماي جاد قاعد لي بالمرصاد.
زي يقول بنت ابوس تنحاشين. او ماي جاد، يعني بس يا جماعه هو ما يهجم بس يبغالي انتبه من الاضاءه حقته لانها راح تلسعني الف. بسرعه بسرعه ادخلي من هنا واطلعي من ذا المكان، اعوذ بالله. معاناه كل ذا عشان بطاريه. انحاشي انحاشي، زق بلا زق، اف اقسم بالله شكله كانه ورع لكن بجسم سلندر مان. اوكي الحين يبغانا نحط البطاريه في ال almost like Emily's being used as bait for me. There's nobody else in the whole town, just monsters waiting for me on every corner. Maybe I'm freaking out because I feel like this is a huge prank designed to mess with me. The school's on the other side of that fence. اوكي لكن في كهرباء ان شاء الله، شلون بتمرين؟ دقيقه دقيقه. لا لا لحظه كيف. اوكي اوكي، تقول يجي عند الضوء ولا لا؟ لا ما يمدي. لحظة كيف اسويها دي يا جماعة؟ ما في شيء. او ماي جاد من هنا اشوى اشوى زاد يا ربي. ايوه هذه اللي احلها الالغاز هذه. يا سلام يا سلام يا سلام، ايش سويت؟ اوكي فهمت طريقة اللغز، لازم اسوي كذا واحدة عشان يشتغلون كلهم مع بعض عشان تروح الموية، عرفتوا؟ اوكي هذه وش تشغل؟ دقيقة. اوكي فتحتها كلها. ايش ذا الحظ؟ اوكي 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 اصبر خلي الموية تروح. يلا يعني اسهل من كذا ما شفت. لحظة من وين اروح يا ترى؟ دقيقة ايش الطريق الصح؟ طريق من هنا. بس لحظة هنا في هذي، أشوني شفتها هذا الشيء الغريب. أصلا كم مرة جمعت منها؟ ثلاثة جمعت، نايس. أنا ما أدري كم أجمع أساسا بس يمكنها يعني زي التروفي، عرفتوا؟ أخيرا اف سكري خرا. أي ثري أجيلة من هنا من السلم. يلا افتح الباب الحين. زاد يا ربي ما لقيت حل. خلاص يلا. ماي جاد لحظة رجعنا للخريان. ماي جاد ما مداني انبسط. رجعنا لهم. انتبه انتبه ليش بونس. لان اوريدي احنا بنرجع لسيارة الاطفاء. اوهو ماي جاد يا ثورة عنود، ليش انتي ثورة كذا؟ صدقني غبية، يعني أنا أوريدي كنت طالعة من هنا من هنا، رحت الغبية رجعت نفسي للمشورة ذي ومسوية فيها ذكاء الأرض. ثاري الحل من هنا، شوف الإكس. صدقني غبية. أوكي أوكي يا جماعة جل بسوي كت وأرجع لكم لما أوصل عند سيارة الإطفاء. يا راسي يا راسي. امشي امشي يلا يلا، انت تستطيعين، انت حلوه. ماي جاد هيلثي هيلثي. ماي جاد خلص الهيلث، يبغالي اجمع. عم بعينكم. يلا يلا حط البطاريه. ماي جاد يا المعاناه. عشان اللي السلم يصير يقرب من عند الشباك او الدريشه. يا حبيبي جاء جاء سلندر مان. اقسم بالله انه بثر ونشبة. اوكي دخلنا الدور الثاني من المدرسة. find Emily on the second floor. اوكي ادور ايميلي في الدور هذا. ماي جاد يا جماعة رسمين سلندر مان كأنه صرصور، هو حرفيا يعني كأنه صرصور، شكله يضحك. مكتوب leave us alone، اتركنا لحالنا. ماي جاد خلينا نتفحص المكان. احنا الحين في فصل يعني لان رجعنا للمدرسة. تمام
ذكرت ان الهيلث عندي مخلص يبغالي اجمع واجد. اوكي او ماي جاد والله العظيم ما انتبهت لها. يا جماعه يا جماعه كانها تشبهني وليت يقلي. What is that thing? Oh my god. هي صدق ليش تشبهها؟ Like me. Is it all just a sick, gigantic plan to torture me? Oh my god. قاعدة تقول لنا زي اللي هذا الشيء مسوينه عشان يعذبوني يعني. والله ما أدري إيش وضع هذه المانيكان أو الدمية. والأهم من هذا ليش مخلينها تشبهني؟ الله يستر. ولا تنسون ان الصرصور ذا سلندرمان دخل المدرسة الحيوان يوم شافني رقيت. اوه ماي جاد يا الظلمة. لا تصارخيني يا بنتي. اوكي في لوحة هنا. اوه ماي جاد مكتبة. اوه ماي جاد. بس قبل خلي بأشوف اللوحة هذه. أيوة reading at night. أتوقع قصدهم قصص في الليل وكذا. خليني بأخذ علبة احتياط أخاف إنه أكيد في شيء هنا. ما حطهم علبة شو يسمونه مشينة البيبسي إلا إنه في شيء هنا. What is this place? What the hell? من جد يعني تقول مستحيل إن هذا المكان مدرسة. خلي بنزل من هنا. افتحي. اي استل اني ما لقيتها. يا اخي والله اني خايفة من الملكانات احس وراها بلا. ماني مرتاحة. ايوة. ايش؟ في صوت احد كان في صوت يمشي. اوكي الموت. يا جماعة ليكن هذه اللي تشبهني قاعدة تتحرك. نو تكفون عاد الا المانيكانات. ايوه في شيء هنا يلمع. كتاب. ايش اسمه؟ اوكي يا جماعة اسم الكتاب The Second Floor اللي هو الطابق الثاني. والأدهى من هذا وأمر إن مكتوب تحته إن الطابق الثاني هو أكثر طابق مرعب يعني. والله واضح إنه مرعب من المانيكانات دي الله يستر. بس الطابق الثاني مخيف. معمل العلوم موجود هناك وفي كل مرة يتعين علينا استخدامه للفصل يجب أن نذهب إلى الطابق الثاني. الأطفال الأكبر سنا لئيمين. الأطفال في صفي يسخرون مني. لكن الأطفال الموجودين في الطابق الثاني هم أسوأ من ذلك. أنا أخشى منهم ولا أظن أنهم لئيمين معي للمتعة فقط، بل أعتقد أنهم حقا وحوش. أحاول الابتعاد عنهم لكن أظن أن بعضهم يتبعني عندما أغادر المدرسة. ربما تستطيع سالي المساعدة إذا أخبرتها. معناته أجلي تتعرض للتنمر إيميلي، وأيضا برضو سالي تتعرض للتنمر، لكن يمكن عشان إيميلي سعنونة وكذا عرفتوا صغنونة كذا وحجمها صغير يعني يتنمرون عليها وهذا. فمسكينة يعني مرة رحمتها. Good evening. أيوة والله إني كنت حاسة. والله إني كنت حاسة. طب لو أطفي الفلاش. يما الله يفجع العدو. والله عندي احساس اني لازم استخدم الفلاش ماني مطمنة. اي او ماي جاد. افتحي افتحي. او ماي جاد يعني حط عليها نور. بس انها في شيء ساد. العين العين. خلي افقع العين دقيقه. خلي اوخر هذه لانها ساد الطريق. بعدين اوكي تصير تعكس على العين عرفتوا وتفقعها زي الانعكاس.
يا سلام. طيب باقي في عين ثانية، لازم أروح للغرفة الثانية هذه عشان ينفتح لي الطريق. الله يستر من أشباه إيميلي، أشباه سالي قصدي. أوكي في هنا مكان أدخله. أوه سلم، نايس. أيوة هذا مو كأنه نفس الكمبل أو الشرشف اللي كانوا متلحفين فيه في اللوحة هي ويا إيميلي. أوكي في مذكرات. إيش اسمه؟ ايش اسمه؟ جدي، اسم الكتاب جدي. اوكي يا جماعة ترجمت كلام ايميلي هنا لانه واضح اللي تتكلم ايميلي او ممكن سالي، واحدة من الثنتين. المهم قاعدة تقول جدي هو اروع شخص على الاطلاق، لديه انف كبير ومضحك ويخبرني بالعديد من القصص عن حياته. اريد ان اكون مثله تماما عندما اكبر واسافر في جميع انحاء العالم. احبه عندما نذهب لزيارته لانه دائما ما يسعد برؤيتي. اعتدنا أن نذهب إلى منزله طوال الوقت، لكنه انتقل اليوم للعيش معنا، وأبي يقول أنه سيعيش هنا. أنا متحمسة جدا، لم نلعب اليوم لأنه كان حقا متعب من بعد الانتقال للعيش معنا. طلبت منه أن يخبرني بأحد قصصه، لكن جدي كان نائما للغاية ولم يستطع إكمالها، فكنت أرغب في المساعدة، لذلك قمت بتمشيط شعره حتى نام. أعتقد أنه أحب ذلك، وأنا جدا سعيدة لوجود جدي هنا. يا جماعة أول ما قرأت الكلام تذكرت الشايب اللي هو نفسه راعي التذاكر اللي جاء عندنا لما كنا نرقى سلم الإطفاء، قال لي إنه لازم بسرعة تنقذين بنت عمك. فأنا لما شفت كيف إنه هو مصر إني أنقذها ومرة يعني شايل هم إيميلي، فشكيت في الوضع، قلت أكيد إن هذا شكل الجد اللي تقصده في الرسالة هذه، واللي تتكلم في الرسالة أنا ما أدري هي إيميلي ولا سالي، واحدة من الثنتين. لكن أنا مثل ما قلت إن راعي التذاكر شكله هو الجد اللي هو جد إيميلي أو جد سالي. أوكي إيميلي، والله إني عارفة إنها تتحرك بنت الذين، من يوم ما شفتها واقفة عند الباب مسنترة. أيوة خلي بتبع هذه، الوضع فيه أوه ماي جاد، الوضع فيه قبائل يا جماعة، لازم انقذها. اوكي يا جماعة راح اوقف لين هنا، احس مرة كافي الاحداث اللي صارت معانا في الحلقة هذه، وعرفنا اشياء مرة كثيرة. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايش رايكم بالحلقة الثانية، واعطوني تحليلاتكم. وبس قبل لا ننهي لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، اشوفكم باذن الله في المقاطع الجاية.